السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتمنى مشاركتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تظهر أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل أتمنى يدزلنا على رقم الواتساب اللي مخصص إلى البرنامج اللي موجود في أسفل الشاشة. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملف من ملفاتنا واللي هو تأكيد شهود عيان من قضاء الشومة لمحافظة بابل، نشوب حريق وصفوه بأنه مفتعل بمستشفى 25 أكتوبر ورا سنتين من بناء المستشفى من قبل ثوار تشرين وبتمويل من أهالي الشومة اللي رفضوا أموال الأحزاب والسياسيين بوقتها. الحريق صار ورا تخريب اسم المستشفى ومحاولات أن يمسحون الاسم أكثر من مرة لكون هذا الاسم يرمز إلى ثورة تشرين. أمهل أبناء الشومالي المسؤولين بالقضاء شهر واحد بس حتى يرجعون المستشفى مثل ما كان قبل أن تعيث يد الفساد الخراب والدمار آخرها الحرق. وحمل أبناء القضاء الأحزاب مسؤولية الحريق بالمستشفى اللي يشير إلى ثورة تشرين حتى ينالون من رمزية هذا الاسم، إضافة إلى كون المستشفى يقدم الخدمات بشكل مجاني للمرضى والمراجعين وتتوفر بعلاجات نادرة من المتبرعين اللي يجهزون المستشفى بكل شيء. مشاهدينا الكرام، مستشفى 25 أكتوبر بقضاء الشومالي احترق، صور الحريق تشوفوها هسه. هذا المستشفى اللي شفتوه ده يحترق قبل شوية انبنى بمجهود خاص، بنوا الناس على نفقتهم الخاصة، ثوار تشرين بمساعدة يد الخير، بمساعدة الميسورين الحال، بمساعدة الأهالي قضاء الشومالي بنوا مستشفى. المستشفى يقدم العلاج مجانا إلى المرضى، بدال ما تفرح الدولة بهذا الشيء، بدال ما تحميه، اليوم احترق. أهالي الشومالي حملوا المسؤولين والأحزاب مسؤولية اللي صار هناك. بهالوقت طالب عدد من متظاهري بابل أن يتم إيقاف الدعاوى الكيدية بحق الناشطين بالمحافظة، وطالبوا أيضا أن يتم إيقاف المداهمات إلى بيوتهم وترويع عوائلهم من قبل السلطات الحكومية بابل. وأكد المتظاهرون ببيان رفضهم للأساليب القمعية ولوحوا بتصعيد الحراك ردا على هاي الممارسات، وكانت القوات الحكومية شنت حملات بحث وملاحقة وتفتيش إلى منازل النشطاء بالحراك الشعبي بمحافظة بابل وراء تنظيم تظاهرات رافضة لحكومة محمد الشيعي السوداني. خلني نشوف جانب من البيان قبل استعراض التعليقات على الموضوع. الملاحقة التي حصلت والملاحقة الجارية بحق ثوار بابل، يعلن أهالي بابل وناشطين ساحة بابل عن خطواتهم التصعيدية السلمية لإيقاف المداهمات فورا وسحب الدعاوى الكيدية التي رفعت قصرا من قبل نواب بابل، ونحذر قيادة الشرطة في بابل من استمرارها بملاحقة الشباب ومداهمة منازلهم وترويع العوائل وحفاظا على دماء أبنائنا في بابل. نطالب من نواب جبهة بابل بسحب دعاويهم على ثوار بابل الأنقياء وبما يصب في مصنعة العراق وبابل بشكل خاص. نعيد ونكرر على نواب جبهة بابل إعادة التفكير وسحب الدعاوي من أبناء بابل، وفي حالة لم يتم الاستجابة سيكون لثوار بابل موقف آخر. الناس لما شافت المستشفى اللي احترق، لما شافت البيان إلى ثوار بابل، علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا بحلقة اليوم من منصة فيسبوك عادل باسم، يقول حكومة بوليسية أسست السلطة ولم تؤسس دولة. ربيعة أيوب تقول هذا جيش مرتزقة، لو عراقيين صدق كان ما دافعوا عن هاي الحكومة الفاسدة. نازك الملائكة مع الأسف على الجيش المفروض يصيرون ويا المتظاهرين لأن هم ناس مثلنا، ليش هيجي ليش؟ دمعة حزن، القوات الأمنية أصبحت قوات عدائية، الله الحافظ. كانت هاي التعليقات من الناس حول هذا الموضوع اللي ذكرناه بالبداية، وهو
حريق لمستشفى في محافظة بابل. المستشفى تحمل اسم 25 اكتوبر او 25 تشرين اللي هو اسم الثورة، ثورة تشرين، ومحاولة مسح الاسم من قبل بعض المخربين قبل ان يحرقوه، بعدها متظاهري بابل اللي طالبوا بإيقاف الدعاوى الكيدية بحق الناشطين، بحق المتظاهرين الموجودين بالمحافظة، وأيضا طالبوا بوقف المداهمات لبيوتهم وترويعهم من قبل السلطات والأحزاب والميليشيات بالمحافظة. نروح إلى ملف مو بعيد عن التظاهرات، بس التظاهرات المطلبية اللي بها مطالب. شهدت محافظة ديقار انطلاق تظاهرة جديدة طالب بتوفير درجات وظيفية للخريجين والعاطلين عن العمل. انطلق العشرات من خريجي كليات الإعلام، الإدارة والاقتصاد، المعاهد التقنية، انطلقوا بتظاهرة أمام مبنى محافظة ديقار، طالبوا بالتعيين وطالبوا بتوفير فرص عمل لهم. بدأ المتظاهرون بالاعتصام المفتوح أيضا أمام محافظة ديقار، وما ينتهي مثل ما قالوا حتى تتم تلبية مطالبهم من قبل الجهات المعنية، على الرغم من محاولة القوات الحكومية تفريقهم بالقوة. تظاهرات ديقار أمامكم. محاولة تفريقهم بالقوة من قبل القوات أو العناصر القوات الأمنية. أريد أسألهم سؤال واحد بس، بالنسبة لهاي الشباب اللي مدى يلقى شغل، اللي مدى يلقى رزق، اللي مدى يلقى باب حتى يفتح للمستقبل، حتى يكون أسرة أو يفتح لبيت أو يصرف على بيته إن كان هو عنده بيت أصلا، شنو المتنفس مالته غير أنه يتظاهر حتى يطلب مطلب الرئيسي؟ إذا أكو متنفس ثاني حتى ما تضربون وما تفرقوهم، قلوا لهم حتى ينفذوا. نطلع من الناصرية نروح إلى العاصمة العراقية بغداد. نظم الآلاف من المحاضرين لعام 2020 بالعاصمة تظاهرة أمام مبنى محافظة بغداد، طالبوا بها أن يتم إنصافهم وأن يشملوهم بالعقود. احتشد المتظاهرون من المحاضرين لعام 2020 للمطالبة بإصدار أمر إداري لهم وأن ينشملون بالعقد أسوأ بمحاضري السنوات السابقة، ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها أنصفوا محاضري 2020 بسبب تسويف مطالبهم من قبل حكومة الكاظمي سابقا وحكومة محمد الشيعة السوداني حاليا. خلونا نشوف. ألف محاضر ينتظرون مصادقة السيد المحافظ حلاك الأفهام المالية. ونطرح سؤال هنا إلى أي مسؤول حزبي، أي واحد موجود أو ميليشياوي بالعراق، تقبل تشتغل بلا راتب أو تقبل تشتغل بدون صفة رسمية أو تقبل تشتغل بدون عقد يحميك أو تقبل تشتغل بمكان ماكو أي شيء يضمن حقك به، إن كان عقد وإن كان تعيين، إذا تقبلها على نفسك فاقبلها عليهم. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق ويانا من أم فاطمة على منصة فيسبوك تقول: حسبي ونعم الوكيل على سراق حقوقنا المحافظ والنواب المنافقين، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يماطل بحقوق محاضرين بغداد 2020. سارة أحمد تقول: أعطوهم حقوقهم، لماذا التأخير والمماطلة؟
أم فهد، يعني واحد يريد حقه إلا يذلونه يلا ينطونه حقه، حسبي الله عليكم. أما أم علي، إذا نظل كل سنة تتخرج الآلاف من الطلبة وماكو حل للخريجين، سدوا الكليات أحسن، ليش هذا الصرف والتعب للأهالي؟ الله لا يوفقكم إن شاء الله. والسؤال مشروع إلى الأخت أم علي، تقول إذا إحنا ندفع فلوس وندرس وندخلهم جامعات ويتخرجون وشايل شهادة فرحان بها أنه عنده بكالوريوس وراه ما يحصل تعيين، شنو فائدة دراسته وصرفه إذا ما يحصل ثمرة إلى هاي الجهود اللي بذلها خلال سنوات الدراسة بالكلية؟ أبو عمر من بغداد ويانا، حياك الله. حياك الله أستاذ أفن المحترم. حياك الله. وحيا الله قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام. تحية والدوم. حياك الله. أستاذ أفن، إحنا بنشوف كل العراق يعرف من 2003 ولحد الآن، يعني أكثر ما يواصل 20 سنة. والمواطن العراقي يعني هاي لو كانت عندنا دولة، لو كانت عندنا حكومة يعني ولاها الشعب ولاها الناس وأهلها، ما ممكن تطلع تظاهرات نهائيا، ما ممكن الشعب أنه يريد تظاهرة يوقف أمام سلطة هاي الأحزاب يطمعهم يقتلهم. هاي التظاهرات اللي قاعد تصير عيب على الحكومة وعيب على سلطة الأحزاب، المفروض هي تقدم يعني تعيينات بنى تحتية تبنيها، إعادة هاي البنى التحتية، كل ما يعني يخدم المواطن. الحكومات احنا نعرف في كل بلدان العالم اللي هي تخدم الشعب وتحاول من تقدم الشعب وتحاول يعني من رفاهية الشعب، تحاول من احترام الشعب تقدم يعني بما هو يليق للمواطن. للأسف احنا نشوف المواطن يعني من يطالب بالتحقيقات او يطالب عندنا شهادات عليا، يعني هاي المفروض عن الحكومه الموجوده عندنا من 2003 لحد الان. ما ممكن انه 20 سنه نقعد بلاي تعيينات بلاي رواتب بلاي حقوق انه ترضينا المواطنين العراقيين. هاي الابواب اللي قاعد اكثر من تريليونات جاي تهبط وتسرق من هاي ايادي فرز الاحزاب الفاسده للخارج. طيب المواطن العراقي شنو اللي قاعد يشوفه من هذه الحكومه من سلطه الاحزاب؟ القتل والقمع والتهجير، كل هاي الامور اللي قاعد تتاكد على المواطن العراقي. فاحنا متى احنا يا عراقيين نظل على هاي الدوام اللي قاعد نشوفه اكثر من تظاهرات بتصير عندنا ببغداد وبالمحافظات، اللي هو المواطن انه عندنا بلد غني من النفط من الثروات. نعم. فغصبا على الحكومه انه تقدم اليه يعني اللي يصير يريده هو. نعم. ما يطالب بسلاح وما يطالب يروح يقاتل، يطالب انه يخدم بلده ويخدم شعبه. نعم. ايضا الحكومه هاي الامور يعني خزي وعار على الحكومه العراقيه وكل. نعم. سلطه الاحتساب. نعم. هاي المفروض الحكومه تطلع يعني من جذورها. احنا كعراقيين كلنا ما راضيين على هاي الحكومات اللي حكمت. نعم. العراق. نعم. من 2003 لحد الان. نعم. شكرا 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 لك ابو عمر واعتذر منك. عبد الرزاق من بابل، وبما انك من بابل يا اخ عبد الرزاق ارجع للموضوع الاول، هو المتظاهرين والناشطين بمحافظة بابل مطالبتهم بانهاء المتابعه الدعاوى الكيديه لهم او المداهمات لهم، وايضا مستشفى 25 تشرين او 25 اكتوبر اللي انبنى بقضاء الشومالي واللي احترقت اليوم. تفضل اخ عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ افل، بالنسبه للمستشفى أي. هذه حال المستشفى مع الحرائق اللي مستمر وما نعرف شلون النهايه مالته. يعني قبل فتره هذه الفاجعه مال المخازن الوزيريه وقبلها مال المدينه المائيه، والظاهر يعني المستشفيات هاي مال الحرائق مستمره بوجود هذه الاحداث. نعم. يعني ما اعرف ناويين شنو اللي ناويين على العراق وعلى شعب العراق، ما نعرف يعني. نعم. الدمار اللي جاي يعني مرصود ضد هالشعب هذا، ما اعرف الشعب شنو اللي سواه. نعم. حتى على مود يدفع ثمن اخطائهم وثمن فشلهم. يعني من استلموا الحكم لحد هذا اليوم يعني فواجع مستمره والمآسي مال العراقيين ما تنتهي. نعم. فشنو الذنب اللي يعني اختلف هذا الشعب حتى على مود يعاملوه بهاي المعامله؟ يعني ما اعرف يعني إن هاي الاحزاب هي يعني حقيقه يا استاذ أفل يعني دمرت الشعب العراقي. نعم. دمرت البلاد والعباد، يعني ما عندنا فد يعني فد امل
بوجودهم يعني الباشر، يعني ماكو اي تحسن، ماكو اي يعني شيء في هذا الشعب. يعني مسلسل الحراك مستمره، الناس الطالبه بحقوقها يعني جاي يقمعوها، يعني ما اعرف يعني المواطن العراقي لمن يتجه، لمن يروح، يعني ما هذه التصرفات من قبل هاي الاحزاب، وحتى هذه الحكومه اللي تشكلت قبل فتره هم نفس سابقتها، يعني هم جاي تستخدم يعني اسلوب الوسيط والساعي البريد. يعني انت اليوم شفت تصريح مال هذا شو اسمه السوداني يقول انا مستعد ان اكون وسيط بين السعوديه وايران. يا اخي انت دحل انت حل مشكله بلدك، يلا بعدين انت تروح تحل مشاكل الدول الاخرى. يعني كل الدول وكل حكام البلدان يهتمون بمشاكل بلدانهم، الا احنا يصير ساعي بريد بين هالدوله وانت ليش البلد مالتك مستقر، الامن مستقر حتى على مود تصير حل المشاكل. فما ما يعني الاحزاب هذه يا استاذ اخل سوء عاقب علينا احنا العراقيين. نعم شكرا لك اخ عبد الرزاق. يبدو أن ظاهرة انهيار المنازل والمباني تحولت إلى متلازمة جديدة للمشهد العراقي وراء سلسلة الانهيارات الأخيرة، خصوصا انهيار مبنى المركز الوطني للتحليلات بسبب الفساد الحكومي وعدم مطابقة المواد الإنشائية المستخدمة بالبناء للمواصفات والمقاييس الصحيحة. بقضاء الفاو بمحافظة البصرة أكدت مصادر صحفية انهيار منزل على رؤوس ساكنيه في القضاء جنوب البصرة جراء العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة اللي تعرض لها القضاء من ليلة يوم أمس. شوفوا يا عالم هاي سطحهم، والله العظيم هاي شوف هاي عائلة فقيرة خطية البارحة بالهواء والمطار، هاي شوفت عندكم طار السياج مالي وذاكو ناس الخيرة وساعدهم طيب كلهم بالمستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي باحة طاح عليهم البيت خطية. ما شوف لا حول ولا قوة إلا بالله، باع البلوك طايح عليهم من السطح. لا إله إلا الله. طار الخطية الباحة بالليل نايمين. طايح اليوم خطيه شكلهم نقلهم للمستشفى. اللي يشوف الفيديو بعيدا عن اللي صار ترى اكو شغله همينه، اللي بنى لهم البيت ارد اساله بنيته بصوره صحيحه لو لا؟ يعني اكو مشاكل بالبناء ومبينه، واحده من ادها العمود مال الشجره اللي حاطه بالباب اللي مساندي عليه السقف. على كل نطلع من البصره نروح الى كربلاء. اللي صار هناك انه أغلقت فرق الدفاع المدني البناية القديمة مال مصرف الرافدين بالمدينة القديمة بالمحافظة بسبب انهيار أجزاء من المبنى نتيجة أعمال التوسعة بالمزارات والمراقد. بيان الدفاع المدني قال أنه الحادث أدى إلى إصابة طفل، نقل هذا الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة وفقا للمصادر المحلية. خلونا نشوف. خابر خابر على سعب خابر يا ولد عمري يا ولد الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود على هذا الموضوع مما نصت فيسبوك الحجي أبو غسان: السوداني والإطار رجلهم خضرة على العراق، حرائق وانهيار بنايات الله يستر من الجايات. سراء الشلبي: بنايات قديمة ومتهالكة، وضع البنى التحتية في العراق مؤلم. ضياء القرعاوي: هذا كله بسبب الفساد، لو شغل زين ما وقع يمنى غرفة طين صار لها 50 سنة لهسه كل شيء ما بيها. ف
فراس زين، ما صاير بتاريخ العراق من ايام الملك لحد 2003، وين راح نوصل؟ كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع. ويانا اتصال عمار من الموصل، حياك الله يا عمار. انقطع الاتصال يا عمار، شكرا جزيلا لاتصالك، نتمنى ترجع اذا عندك شيء. احمد من مصر، حياك الله يا احمد. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمه الله. بحييك وبحيي قناه الرافدين والساده المشاهدين الكرام. حياك الله حضرتك. انا اكلمك النهارده عن الملف في مصر، تسمح لي ولا اقفل ولا اكلم عن الملف العراقي؟ والله برنامجنا عن العراق، فيعني نحب ناخذ رايك بما يخص ما يحصل بالعراق. انا كنت عايز اكلمك عن 11/11 والملف في مصر، ولا انت عايز تتكلم على العراق؟ خلاص ما فيش مشاكل، اكلمك عن العراق. قلت لك اخا نعم تفضل. اتكلم عن مصر ولا العراق اللي انت عايزه؟ برنامجي عن الحرائق، عفوا عن انهيار المباني بالعراق حاليا بدنا نتكلم، تفضل. اقول انا جاي لك يا استاذ أفل. بالنسبه للمباني في العراق والبنى التحتيه اللي في العراق منذ 2003، نعم، السبب هو الحكومات الفاسده اللي جابوهم الاحتلال الامريكي للعراق، اللي لموهم الامريكان اللي كان ببيع سبح واللي كان بيحارب ضد الدوله العراقيه، نعم، واللي كان بيبيع سبح واللي كان بيقول لك قال الله وقال رسول، اللي كان بيغسل يصلي، يعني ناس لمتهم المخابرات الامريكيه والبريطانيه على تدمير العراق ورجعوا، لان العراق كان بيمثل تهديد الامن الاسرائيلي ايام الرئيس الراحل الشهيد صدام حسين. وانا اقولها بكل صراحه، لانه الراجل ده لو كان عمل ارنب ما كانش حد جه يمته لحد النهارده، كان هو رئيس لحد النهارده للعراق. انا بقولها بكل صراحه، لانه كان بهدد امن اسرائيل وقال لاسرائيل ان طيب ما يسكتوش الاراضي الفلسطينيه. نعم بالنسبه للمباني والبنى التحتيه، الناس دي جت سرقت البلد، ما عمروش في البلد ولا عمروا البلد، كانت بتحارب ايران 7 سنين بس كان في عمار في البلد، وكان الشعب كان في خير. نعم فدول نعم. جم خربوا العراق ولعبوها. نعم واشكرك يا استاذ. شكرا شكرا لك اخ احمد. مشاهدينا، العراق يعج بهوايه من المزارات اللي يدعي اصحابها انه اكو صله بين هذا المزار وبآل البيت رضوان الله عليهم اجمعين. بحسب احصائيه عدتها دائره المزارات التابعه الى الوقف الشيعي بالعراق، اكو 135 مرقد مسجل يمها فقط، علما انه اكو بالعراق 664 مزار موزعه على محافظات العراق. المزارات ال 529 الخارجه عن اداره الوقف تديرها عائلات، جهات متنفذه، شخصيات عندها صله باحزاب بهدف التربح المادي منها مثل ما ياكد مراقبون. وتاخذ هاي المزارات شرعيتها من ايمان قاصديها مثل ما يقول اصحابها او القائمين عليها. من الأمثلة الهواية على هالشي مزار قطارة الإمام علي قرب مدينة كربلاء بوسط العراق، اللي أنشئ بناء على رواية تقول أنه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مر من المكان فسووا له مزار قبل أن ينهار سقف هذا المزار على الناس غير المسجل طبعا بشهر آب الماضي، ما أدى إلى مصرع 8 أشخاص بذيش الحادثة. على الرغم من هاي الكارثة بعدها مواقع التواصل الاجتماعي تعج هي الثانية بهواية من المقاطع الحديثة لمزارات يحاول أصحابها التربح منها عبر استغلال عواطف الناس بناء على روايات محققية، منها هالمزار اللي راح نشوفه ببلد روز بمحافظة ديالة. ادعى صاحبه هو أحد المعممين أنه إحدى النساء الصالحات زارته بالمنام وطلبت منه أن يشيد هالمزار بمحاولة للضحك على عقول الناس مع الأسف. خلونا نشوف. اجيت زرته، رجعت ثاني يوم بالطيف بالرؤية بين اليقظة وبين المنام. اجتنا العلوية سلام الله عليها، قالت سيد الصيدلية مالته والعيادة بهذا المكان، وقل للحج أبو أمير. فأنا قلت للحج أبو أمير البارحة قبل شهر الكلام، البارحة أبو أمير صدفة حفر هنا هسه فد عطر مو طبيعي، زين العطر هسه مو طبيعي من هال
المسافة منك لجاء عطر مو طبيعي. سبحان الله. أنا أشكرك سيد. هاي بركات محمد وآل محمد. أشكرك سيد. الله يبارك. رحم الله والديك. سيدنا بروح الحسين بجدة كم اجتمع عطر مثل هذا؟ مستحيل ما. مثل ما تشوفون. لكن الطامة مو هنا باللي راح تشوفوه هسه. ما توقف الحال هنا، لا، وصل إلى أنه تنبني وتشيد مزارات لأشخاص يحاولون نشر الجهل والتخلف بصفوف العراقيين. مثلا عندنا مزار وهمي المعجانة، معجانة مع عجن طحين، نعم معجانة، على طريق الديوانية النجف، ادعوا صلتها بالإمام الحسين رضوان الله عليه. خلونا نسمع شهادة أحد الأشخاص اللي انصدم بهذا المزار لما نمر به قبل استعراض التعليقات. بناية على طريق النجف تسمى بالمعجانة، بالمعجانة المعجانة شو تفضل هاي المعجانة دخل ضريح ويعني انه فد جو روحاني مخلي بحيث انه يكسب الزائرين. شن المعجانة تفضل هاي المعجانة وراي هاي المعجانة مكتوب فيها يا حسين، يا حسين مكتوب بما بهاي المعجانة. أهم شيء هذا، أهم شيء هذا صندوق التبرعات والهدايا من أجل ذيك المعجانة اللي هي الوزن مالتها ما يطلع عليه كيلو فافون، مكتوب بها يا حسين. خوش بالله عليكم، إلى متى إحنا نبقى بهاي الخرافة؟ إلى متى نبقى بهاي الخرافة؟ أريد أعرف اسم معمل الفافون اللي صبها بزمن سيدنا الحسين. الناس لما شافت هذا الموضوع والمزارات الوهمية علقت على هذا الموضوع. من فيسبوك رضا هندي يقول: بريء منكم الرسول وآل البيت، منكم ومن كل من يشوه ويسيء إلى آل البيت، مثل هكذا أضرح على الدجل، المفروض القصاص، وين دور وزارة الأوقاف؟ لو مكيفين على هذا الشيء بس بوك. جمان الهاشمي: كافي عاد دجل، اتقوا الله، شنو هاي الخرافات والناس بدون وعي تصدق هالدجل والكذب، مزارات أغلبها كذب وناس مصدقة وتؤمن بهاي السوالف، خافوا الله. كامل كمال السعيد يقول: الضحك على العقول البسيطة بهذه الخزعبلات التي لا تمت للدين بصلة. أم سلسبيل: أكو أزيد من هذا التخلف بعد، رجعنا العصر الجاهلية. إذا مشاهدينا الكرام، قبل ما ناخذ هذا الفاصل ارجع لكم المواضيع. الموضوع الاول هو التظاهرات ببابل وحرق مستشفى 25 تشرين، الموضوع الثاني هو المحاضرين في بغداد وايضا العاطلين عن العمل في ديقار، تظاهراتهم المطلبيه هناك. الموضوع الثالث هو انهيار المباني، عندكم انهيار مبنى في منزل عفوا على رؤوس ساكنين في الفاو بالبصره، وانهيار مبنى مصرف الرافدين القديم بمحافظه كربلاء. الموضوع الرابع هو المزارات، مزار الواحد يقول جتني وحدة بالمنام وبنيت لها مزار أو طلبت مني أبني لها مزار، والثاني بنى مزار لمعجانة ما طحين يدعي أنه لها صلة بالحسين. هاي مواضيع حلقتنا اليوم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا يعني. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحلقة صوتكم. كنا نتكلم قبل الفاصل عن موضوع المزارات الوهمية اللي انتشرت بالعراق والأرقام اللي تقول إنه أكو بالعراق 529 مزار وهمي ما مسجل، بما معناه إنه ذن المزارات مو حقيقية لأنه المسجلات غير عدد إن كان المسجلات حقيقية. أبو عمر من الناصرية ويانا، حياك الله. السلام عليكم عم مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ شلون صحتك ابو عمر؟ تشرين وياك من الناصريه، شلونك؟ والنعم منك ومن اهالي الناصريه الحمد لله. شلون صحتك؟ هلا بيك. طبعا هاي المزارات عمي افل، هاي المزارات هاي احنا صرنا مثل الهنود. نعم. هاي صرنا مثل الهنود، احنا ظلينا نعبد. والله انا نعبد هاي اكو حاطينهم قطاره، ما قطاره يسمونها مال امام علي، هذا واحد تاجر اجبنا بيها يعني يستغل العالم. هاي الفقره، هاي 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 الحزاب تستغل العالم الفقره. هذا من جهه الحزاب قالوا لا، والعالم راحت تاجر قطاره. يعني هو البانيها قالوا هذا امام علي كرم الله وجهه فات عليها وناشا. عمي هاي خرافات، كافي وين يعني الشعب وعى، الشعب وعى، الشعب مو غشيم جلاله. يعني بريء من عندكم، بريء الامام علي من عندكم. يعني لا تجيبوا دول، لا تجيبوا سيرتكم على عزتكم. الشعب وعى عمي، الشعب وعى. تشذبون على العالم دوم، عيب. هاي وين صايره؟ ما تقول لي وين صايره هاي جلاله. وبالنسبة حاشيك هم عم بفل، بالنسبة اثمن 100 شهيد، اثمن 100 شهيد و30 جريح ما استشهد، اين هم؟ نعم اين هم؟ اين وين صاروا ذولا؟ وين صاروا؟ نعم وين صاروا؟ ليش ليش؟ وين صاروا هاي ثورة تشرين؟ وين صارت؟ نعم كل حقوق ما بطيب، يا حقوق طلبتهم يا اسكاظمي، يا عبد المهدي اسكاظمي، يا هو محمد الشيعة السوري، يا هم جيش الخلق، كل خرافات هاي. هاي خرافات عمي. نعم نعم. هاي خرافات، هاي سووا هم جايين يدبرون البلاد. نعم. مع الاسف مع احتراماتي الباقي شعبنا والله. نعم. لا اوعى يا شعب. نعم. شكرا جزيلا لك ابو عمر. كشفت مصادر مطلعه عن وجود اكثر من 100 شركه انترنت ما مرخصه بالعراق. و23 شركه مرخصه يم الحكومه. وأكدت المصادر أن العراق يملك 23 شركة رسمية وأكثر من 120 شركة مو رسمية، وهذا هو السبب الأساسي بكل مشاكل قطاع الإنترنت والاتصالات بالعراق. وأوضحت المصادر أنه أي شخص يقدر يأجر مكتب إله ويخلي لافتة لاسم الشركة ويبدي يشتري الإنترنت، إما من الوزارة أو من أحد شركاء الوزارة أو تهريب، وراها يبدي يسوق ويبيع بشكل طبيعي بدون وجود رخصة عمل إله أو بدون وجود اعتراف رسمي إله. المزيد من التفاصيل حول جودة الإنترنت السيئة بالعراق بسياق هالإنفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين، خلونا نشوف. We'll be right back.
قريت ايش قد خسائر العراق اليوميه والسنويه بسبب سوء الانترنت؟ 40 مليون دولار سنويا و120 مليون دولار يوميا و120 مليون دولار سنويا بسبب التخريب اللي تحصل بالابراج وسوء الانترنت. يعني الارقام خياليه لو نفكر بها صح ونبنيها صح، او الاحزاب والكتل السياسيه تشتغل صح على هذا الموضوع، اكو خسائر يوميه راح ترجع لخزينه الدوله، يقدرون يستخدموها باماكن ثانيه. عمار من نينوى ورجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا عمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحيه لك، تحيه الى قناه مشاهدي قناه الرفيدين الفضائيه. حياك الله اخويا. استاذ العزيز، عندي فكره عن التجنيد الالزامي اللي طرحها في حكومه السوداني قبل يومين او ثلاث. احنا مع حكومه السوداني ومشجعين لقانون خدمه العلم، كان اكل الان شباب الاف مؤلفه متهيئه لهذا القانون ولخدمه بلدهم وخدمه العالم. طيب، ونحن نتمنى من السوداني ان يمضي في هذا المشروع، لان اكو ناس الان تنطي فلوس من اجل تتطوع في صفوف الحشد او الجيش او الشرطه، واللي مفسوخه عقودهم هم يتمنون يرجعون، ونحن أخ عمار النواب واللجان اللي قاعدة تناقش هذا القانون بالذات، هو قانون الخدمة الإلزامية أو خدمة العلم بالبرلمان العراقي، يقول لك بالصيغة الحالية بها أخطاء كثيرة، ما تخدم البلد ولا تخدم العراق ولا العراقيين. يقولون بالصيغة الحالية المطروحة أكو بلاوي داخل القانون لازم يتعدل قبل ما نفكر به. زين، وهاي الأخطاء ما راح نذكرها؟ والله يا أستاذ، الأخطاء من صالحهم هم. يعني هسه احنا بمنطقتنا اكو شباب قاعد يلمون القواطي من اجل يبيع القوطي ب 3000 دينار او ب 4000 حتى بس يجيب حق اكل لعائلته. واكو ناس تنطي فلوس حتى تتطوع بصفوف الحشد او الجيش. يعني هم ما ينتبهون الى هذه الفقره، الى اين اصبح الفقر في البلد. طيب سؤال، لو اقر قانون الخدمه الالزاميه وكانت اكو فقره للانضمام الطائفية اللي الشعب العراقي دا يرفضها، شنو رأيك بالقانون؟ لا أستاذ، ماكو طائفية إن شاء الله. هي خدمة العلم. قلت لك لو أقر وكانت هذه الفقرة موجودة، ما رأيك راح يكون بالقانون؟ لا إن شاء الله أستاذ ماكو، أرجع وكان أقول إن شاء الله ماكو، بس أستاذ إذا قر هذا القرار وطبق، هنالك منطقة للشيعي مع السني والسني مع الإزيدي، وإن شاء الله تصير محبة. نعم. شكرا، شكرا لك أخ عمار. مشاهدينا الكرام، أكدت الأمم المتحدة أنه السنوات العشر المقبلة خطيرة جدا على العراق بمسألة التغير المناخي ونقص الماء. وقالت الأمم المتحدة أنه سقوط الأمطار بالعراق راح يتراجع، يعني راح يقل بنسبة 27% خلال السنوات الجاية، وأشارت إلى أن نقص المي راح يؤدي بدورة إلى تقليص مساحات الأراضي الزراعية، وراح يؤدي إلى هجرة السكان، الأمر اللي راح يثير أو يؤثر بدرجة خطيرة على اقتصاد البلد. وتقول الأمم المتحدة أنه على الحكومة أو أنه على العراق أن يتخذ خطوات سريعة وعاجلة، منها اعتماد المزارعين على نظم التنقيط والري المغطى، متابعة كمية المياه الجوفية اللي يملكها العراق وإعادة الاستخدام دون السماح بتبخر المياه المستخرجة من باطن الأرض، فضلا عن وجوب التحاور ويا دول المنبع بشأن إطلاقات المياه وحصص العراق المائية من دول المنبع ودول الجوار. بدورة اعترف وزير الموارد المائية الحالي عوني ذياب بتبخر 8 مليارات متر مكعب من المي سنويا بالسدود والبحيرات العراقية، وقال ذياب انه ما يدخل الى السدود اقل من كميات المي المطلقه بهوايه. بهالاثناء اطلقوا ناشطون ومدونون حمله على منصه تويتر تحت عنوان او تحت وسم هاشتاغ الاهوار تستغيث، وراء موجه الجفاف اللي ضربت الاهوار والمخاطر المحدقه بالاهوار واخراجها من قائمه اليونسكو للتراث العالمي. راح نعرض لكم عدد من هاي التغريدات على وسم هاشتاغ الأهوار تستغيث.
نوح على منصة تويتر غرّت تغريدة تقول: الأهوار تستحق هذه الدموع وهذه الصرخة، خيراتنا التي تسرق تستحق أن نثور لأجلها، كل شبر من أرض العراق يستحق أن نجاهد ونجاهد ونجاهد لأجله دون كلل أو ملل. هاشتاغ الأهوار تستغيث. عبيدة: ها هم صدام جفف الأهوار الآن، مو دفاعا عن صدام بس هاي حقيقة، إيران سبب كل دمار، إيران هي من جففت الأهوار، إيران هي من ضربت حلبشة بالكيمياوي. هاشتاغ الأهوار تستغيث. حسن معروف: هاشتاغ الأهوار تستغيث، وين العراقيين الأهوار؟ الأهوار جفت، الحيوانات ماتت، أين أهل الغيرة، أهل الوطنية، الغير تبعيين؟ تهجرت عوائل الأهوار مثل ما تهجرت الناس من الإرهاب، أين أنتم؟ هل تسمعون أم تهمكم السياسة أكثر من العراقي ومن شعبه؟ حسين: ما شاء الله على الجنوب، الأهوار صار الصحراء، والكويت أخذت ميناء الفاو، والشركات النفطية ما تشغل الشباب، الله يطيح حظ شكو واحد محسوب على الجنوب وباقي متفرج. هاشتاغ الأهوار تستغيث. كانت هذه التغريدات حول الأهوار مشاهدينا الكرام، أو حول هذا الوسب اللي اخترنا لكم حلقة اليوم. مواضيعنا سريعا، الموضوع الأول هو الحريق الذي صار في مبنى في مبنى مستشفى 25 تشرين، وأيضا مطالب الثوار في بابل بتخفيف الإجراءات الأمنية مع الناشطين، عدم ملاحقتهم قانونيا بالدعاوى الكيدية، عدم مداهمة بيوتهم وتروي عوائلهم. الملف الثاني اللي هو المحاضرين في عام 2020 اللي ما محصلين حقوقهم لحد الآن، وأيضا العاطلة عن عمل في محافظة ذي قار اللي ظهروا مطالبة للحقوق. الملف الثالث هو عفوا انهيار المباني والمنازل، منزل في محافظة البصرة بالفاو تحديدا وقع على رؤوس ساكنيه ونقلوا إلى المستشفى وتشفتوا البيت، وانهيار مبنى مصرف الرافدين القديم في المدينة القديمة بمحافظة كربلاء بسبب التوسعة بالمراقد والمزارات. بذكر المزارات، كان ملفنا الرابع عن المزارات الوهمية، مزارين جبناها لكم من محافظة ديالة، مزار لشخص يدعي أنه زارته وحدة بالمنام وتقول له، وهو كان معمم، وتقول له ابني لي مزار هناك. المزار الثاني لمعجانة ماطحين، شفتوا هذا الشخص كان متفاجئ من هذا المزار، يدعي صاحبه أنه لها علاقة بالإمام الحسين رضي الله عنه. مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم الحلقة أريد أحكي عن شغلة معينة. الشعب العراقي دا يدفع فلوس، الشعب العراقي إضافة إلى المساوئ اللي دا تصير بالعراق كلها، إضافة إلى عدم وجود فرص عمل، بالإضافة إلى أنه ماكو تعيينات، بالإضافة إلى أنه الرواتب متوقفة في بعض المؤسسات، إضافة إلى أنه الصحة منعدمة، إضافة إلى أنه الزراعة ميتة، إضافة إلى أنه الصناعة متوقفة من 2003 لحد هاي اللحظة، وأكو معامل كبرى بالعراق لو اشتغلت مرة ثانية وسووا لها إدامة وسووا لها صيانة واشتغلت المعامل والمكاين الموجودة بالمعامل، نص الشباب العاطل عن عمل اللي نسبهم توصل إلى 40% من الشباب العراقي راح يرجعون يشتغلون بهاي المعامل اللي تعود إلى وزارة الصناعة إن كانت حكومية، واللي تعود إلى أشخاص إن كانت خاصة. إضافة إلى كل هذا، المواطن مع ذلك يدفع جباية إلى دائرة المرور العامة، بس شوارع العراق مكسرة، سيارات توقع بحفر، وجسور توقع، وطرق توقع، وبيوت توقع. المواطن العراقي يدفع جباية عالية القيمة لوزارة الكهرباء عن قيمة الكهرباء اللي توصلها للبيت، بس كهرباء ماكو. المواطن العراقي يروح للمستشفى ويدفع فلوس، نصهم ما عندهم رواتب بس يدفع فلوس حتى يتعالج ويطوب يم الدكتور ويشوف له كشفية، بس أغلب المستشفيات ما بها كوادر طبية، و100% من المستشفيات ما بها علاج. وأتذكر في حلقة صوتكم نشرنا شخص يقول أنا أخويا عنده عملية، رحت اشتريت للدواء مال العملية كله والمغذيات و و و وحتى الكانونة من خارج المستشفى حتى يسوون عملية لأخويا، ما بقى غير بس يأجر دكتور يسوي العملية. مهم، والإنترنت والاتصالات كذلك، المواطن ده يدفع فلوس، بس الانفوغرافيك اللي طلعناه اللي سواه قسم التواصل الاجتماعي التقرير يقول عندنا 143 شركة، 23 مسجلة و120 ما مسجلة. أرد أسأل وزارة الاتصالات
اللي كان حيدر العبادي وزيرها فيما سبق واللي وزير الاتصالات الحالي. أريد أسأله سؤال واحد، لو أنت مواطن عادي وما كنت تابع الحزب وما كنت مسؤول أصلا وما وصلت لهالمكان هذا، ما حد راح يعبرك من هذول الموجودين، ما حد راح يعبرك، راح ترضى خدمة الانترنت والاتصالات اللي دي يعيشها المواطن العراقي حاليا اللي ما يقدر يتصل مكالمة مستمرة بسبب الانقطاعات للصير، تقبلها على نفسك لو لا؟ أتمنى من وزير الاتصالات يطلع ويجاوبنا. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر انتظرونا.